السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ما زلنا نتحدث عن هذه السورة العظيمة وهي سورة طه، ووصلنا في التفسير إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. قال الإمام الصابوني رحمه الله: المناسبة، لا تزال الآيات الكريمة تتحدث عن قصة موسى وفرعون، وتشير الآيات هنا إلى عناية الله تعالى بموسى وقومه وإنجائهم وإهلاك عدوهم، وتذكرهم بنعم الله العظمى ومننه الكبرى على بني إسرائيل، وما وصاهم به من المحافظة على شكرها، وتحذيرهم من التعرض لغضب الله بكفرها. ثم تذكر الآيات انتكاس بني إسرائيل بعبادتهم العجل، وقد طوى هنا ما فصل في آيات أخرى، يعني مشهد جديد من مشاهد موسى عليه السلام مع فرعون وملئه. آخر مشهد وصلنا إليه في سورة طه سجود السحر، وقالوا آمنا برب هارون وموسى، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى هل أن فرعون قام بما توعدهم به أم لا، والظاهر أنه قام بما توعدهم به، أي أنه قطع لهم أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم في جذوع النخل، وهذه عادته، لأن عادة فرعون سفاك للدماء. قال الله سبحانه: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وشيعا يفرق بينهم، هذا في صفي وهذا عدوي إلى غير ذلك. فهنا الله سبحانه وتعالى بعد هذا المشهد أوحى لموسى أن أخرج قومه في الليل، لأن قال أسر، والإسراء دائما يكون في جزء من الليل، أي أوحينا إلى موسى بعد أن تمادى فرعون في الطغيان أن سر ببني إسرائيل ليلا من أرض مصر فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، أي اضرب البحر بعصاك ليصبح لهم طريقا يابسا يمرون عليه. يعني هنا قبيل الفجر لما كان الناس نائمين خرج هو وقومه ومن معه من المؤمنين حتى وصلوا إلى البحر وقد طلع النهار. هنا عندما طلع النهار سمع بهم فرعون أنهم خرجوا، فاتخذ من ورائهم هذا السبيل والطريق حتى أدركهم وهم يعني هناك. وكان الذي مع موسى عليه السلام خائفين وجبين، البحر أمامنا والعدو وراءنا، إنا مدركون، راهو باش يدركنا فرعون ويقتلنا ويعمل ويعمل. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله سبحانه وتعالى لموسى بتلك العصا أن يضرب بها البحر، فانفلق تفرق إلى فرقين، كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل العظيم، وبينهما طريق، قال يبسا أي كأنه صخر يمر فيه بالأقدام وبالخيول وما شابه ذلك. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، أي اضرب البحر بعصاك ليصبح لهم طريقا يابسا يمرون عليه. لا تخاف دركا ولا تخشى، أي لا تخاف لحاقا من فرعون وجنوده، ولا تخشى الغرق في البحر. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي فلحقهم فرعون مع جنوده ليقتلهم، فأصابهم من البحر ما أصابهم، وغشيهم من الأهوال ما لا يعلمهم ما لا يعلم كنهه إلا الله، والتعبير يفيد التهويل لما دهاهم عند الغرق، وأضل فرعون قومه وما هدى.
هنا الله سبحانه وتعالى لم يعطي تفاصيل كثيرة، وإنما بين أن فرعون هوى بقومه واستخف قومه فأطاعوه، وهو الذي خرج بقومه حتى وصلوا إلى مشارف البحر. هو لم يرد أن يدخل البحر بفرسه، ولكن جبريل عليه السلام نزل بفرس إلى الأرض فخط بخطى حتى دخل البحر، فتبعته فرس فرعون رغم أنفه دخلت به إلى البحر. الجنود رأوا فرعون دخل إلى البحر فتبعوه، وعند دخولهم استدراجا من الله لم يكن ماء الذي يمشون عليه، وإنما هو ما زال صخر، ما زال لم يتغير بعد، حتى إذا وصلوا إلى عرض البحر في وسط البحر بدأ الماء يرجع شيئا فشيء فأدركهم الغرق. وإلا لو كان الماء من الأول، يعني أن موسى ومن معه مروا على الطريق اليابس ثم انفلتوا فعاد الماء كما كان، لن يدخل فرعون إلى البحر متلاطم الأمواج، ولا يستطيع الفرس أن يدخل. ولكن المقدمة ما زالت يبسا، ما زالت يبسا، وعلى اليمين البحر وعلى اليسار البحر، فتوهم ذاك الفرس أن الطريق يابس فدخل ودخل وتبعه جنوده حتى وصلوا إلى عرض البحر، فأصبح الماء يرجع شيئا شيئا، فنجى الله موسى ومن معه في الحافة الأخرى، وأدرك فرعون الغرق ومن معه. وعند الغرق هناك سيدنا جبريل يتحدث عن نفسه، قال: أرأيتني يا محمد وأنا آخذ من قاع البحر من الرمال فألقمها في فم فرعون كي لا ينطق بالشهادة. سبحان الله، أي ويعني وكأنه يتصارع مع شخص، ثم أراد أن ينطقها ولكنه لم يستطع، فقال: لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الله سبحانه وتعالى بمجرد قوله لتلك الكلمة التي لا يدري معناها ولم تدخل قلبه، نجاه ووضعه على حافة البحر منتفخ البطن بالماء والملح. هذا انظروا إلى ربكم الذي ادعى الربوبية، هذا الذي قال أنا ربكم الأعلى، وهذا الذي كنتم تعكفون وتسجدون له، فهو بشر مثلكم، وهو الآن ميت لا يستطيع إنقاذ نفسه، فتركه الله سبحانه وتعالى آية عظمى لمن جاء من بعده، ولكن الناس لا يعتبرون، كل حاكم إلا ويأتي أشد وأعتى من الحاكم الذي قبله، ولم يتعظوا بتلك القصة العظيمة. أي صحيح، رمسيس الثاني هذا فرعون موسى، قالوا أن اليد بتاعه معناها كأنه خائف من شيء، وأن آثار الملح وآثار كذا ما زالت فيه، مات غرقا حتى التراب والملح ما زال في جسده. ثم قال الله: وأضل فرعون قومه وما هدى، لأنه هو قال لهم، قال لقومه: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، تبعون ما تبعوش فرعون موسى رنيانة نهزكم للطريق السوي والطريق المستقيم. فالله كذبه وقال: وما وأضل فرعون قومه وما هدى، أي لم يهديهم إلى الطريق السوي. ثم قال الله: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم، خطاب لبني إسرائيل بعد خروجهم من البحر وإغراق فرعون وجنوده، والمعنى: اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي العظيمة عليكم حين نجيتكم من فرعون وقومه الذين كانوا يسومونكم سوء العذاب، وواعدناكم جانب الطور الأيمن، أي وواعدنا موسى للمناجاة وإنزال التوراة عليه جانب طور سيناء الأيمن، وإنما نسبت المواعدة إليهم لكون منفعتها راجعة إليهم، إذ في نزول التوراة صلاح دينهم ودنياهم، ونزلنا عليكم المن والسلوى.
أي رزقناكم وأنتم في أرض التيه بالمن، وهو يشبه العسل، والسلوى وهو من أجود الطيور لحما تفضلا منا عليكم. وفي هذا الترتيب غاية الحسن، حيث بدأ بتذكيرهم بنعمة الإنجاء، ثم بالنعمة الدينية، ثم بالنعمة الدنيوية. الله بيّن النعم التي جعلها على بني إسرائيل، نجاهم من فرعون، وهداهم للدين القوي حيث أنزل عليهم التوراة، وكذلك سخر لهم الطعام والشراب، المن والسلوى. والمن هو قالوا نبات حلو الطعم، وقيل هو العسل، والسلوى يشبه السمان، قيل هو وقيل غيره، ولكنه طائر لذيذ الطعم، والله أعلم. كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي وقلنا لكم كلوا من الحلال اللذيذ الذي أنعمت به عليكم، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، أي لا تحملنكم السعة والعافية على العصيان لأمري فينزل بكم عذابي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، أي ومن ينزل عليه غضبي وعقابي فقد هلك وشقي، هوى يعني هلك وشقي. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أي وإني لعظيم المغفرة لمن تاب من الشرك وحسن إيمانه وعمله ثم استقام على الهدى والإيمان. وفي الآية ترغيب لمن وقع في وهدة العصيان ببيان المخرج كي لا ييأس. هنا سيتحدث الله سبحانه وتعالى عن استعجال موسى عليه السلام للقاء الله، يعني الله سبحانه وتعالى لما أوحى لموسى قال له ائت بقومك، يعني سأنزل عليكم التوراة وسأوصيكم إلى غير ذلك. فسيدنا موسى ترك هارون مع قومه وذهب للقاء الله، فقال له الله وما أعجلك عن قومك يا موسى، لماذا جئت أنت وتأخر قومك؟ قال هم أولئي على أثري سيأتون من ورائي، ولكنهم لم يأتوا. واضح؟ سنرى لماذا لم يذهبوا للقاء الله. قال وما أعجلك عن قومك يا موسى، أي أي شيء عجل بك عن قومك يا موسى؟ قال الزمخشري كان موسى قد مضى من النقباء الذين اختارهم من قومه إلى الطور على الموعد المضروب، ثم تقدمهم شوقا إلى كلام ربه، لأن الله سبحانه وتعالى أوحى لموسى وقال له جيب لي الناس النخبة، اختار قومه 70 رجلا لميقاتنا، 70 هذوما من النقباء النجباء الذين سيسمعون الوحي وسينزل الله سبحانه وتعالى الأحكام، ثم يذهبوا إلى أقوامهم فينشرون دعوة الإسلام، لأن دين الأنبياء كلهم هو الإسلام، وإنما تختلف الشرائع وتختلف الكتب المنزلة، وإلا في الإسلام هو دينهم جميعا، إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام هو الإذعان لحكم الله سبحانه وتعالى عبادة وخشوعا وتقريرا إلى غير ذلك. أي حاجة يأتي به الله سبحانه وتعالى نحن السمع والطاعة، هذا هو الإسلام. فسيدنا موسى لم ينتظر قومه، وإنما سارع في الذهاب إلى الجبل للقاء الله سبحانه وتعالى. واضح؟ جبل الطور، يعني هذاك الموعد، قال جيب معك 70 هذوما وسنلتقي في مكان وهو جبل الطور، طور سيناء، هناك سيكلمك الله سبحانه وتعالى وسيوحي إليك بالأحكام البينات التي فيها هدى ورحمة لقومك. قال هم أولئي على أثري، أي قومي قريبون مني، لم أتقدمهم إلا بشيء يسير وهم سيأتون بعدي. وعجلت إليك ربي لترضى، أي وعجلت إلى الموضع الذي أمرتني بالمجيء إليه لتزداد رضا عني. اعتذر موسى أولا
ثم بين السبب في إسرائه قبل قومه، وهو الشوق إلى مناجاة الله ابتغاء لرضا الله. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك، أي ابتليناهم بعبادة العجل من بعد ذهابك من بينهم، وأضلهم السامري. يعني بين الله سبحانه وتعالى أنه قد حصلت فيهم فتنة. أنت نعم تركت معهم هارون، ولكنهم لم يأتوا على أثرك، بل بقوا في أماكنهم، ويا ليتهم بقوا على الإيمان والإسلام، بل إنهم عبدوا العجل الذي صنعه لهم رجل يسمى السامري. والسامري هذا كان صائغا، أي يعمل بالذهب. فلما ذهب موسى للقاء الله وترك لهم هارون، تكلم السامري في قومه فقال لهم: ماذا تنتظرون؟ قالوا: ننتظر موسى حتى يأتينا بالوحي. قال: هل جعلت لكم إلها ترونه وتلمسونه وتطوفون به؟ قالوا: نعم. فجمع لهم يعني حليهم من الذهب وما شابه ذلك، وصنع لهم عجل وتركه في مهد الريح، حتى إذا دخلت الريح من دبوره خرجت من فوق فمه فيجعل له خوار وأصوات. وكذلك رأى سيدنا جبريل عليه السلام نزل بفرسه إلى الأرض، كلما ضربت بحافرها على الأرض إلا ونبت النبات الأخضر، فأخذ قبضة ورماها على العجل فأصبح يصدر أصوات أخرى. فهنا لذلك لما سيقرره موسى وسيناظره: لماذا فعلت هذا يا سامري؟ فيقول: قبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سول في نفسي. واضح؟ فهنا بين الله له وأوحى له أن قومك تركوك ولم يأتوا في للقاء الله، وإنهم عبدوا العجلة، أي انتكست فطرتهم وتبلدت عقيدتهم. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعد، أي ابتليناهم بعبادة العجل من بعد ذهابك من بينهم، وأضلهم السامري، أي وأوقعهم السامري في الضلالة بسبب تزيينه لهم عبادة العجل. وكان السامري ساحرا منافقا من قوم يعبدون البقرة. قال المفسرون: كان موسى حين جاء لمناجاة ربه قد استخلف على بني إسرائيل أخاه هارون، وأمره أن يتعهدهم بالإقامة على طاعة الله. وفي أثناء غيبة موسى جمع السامري الحلية ثم صنع منهم عجلا ودعاهم إلى عبادته، فعكفوا عليه، وكانت تلك الفتنة وقعت لهم بعد خروج موسى من عندهم بعشرين يوما، لأن هذه المواعدة ظلت أربعين يوما. قال: وواعدنا موسى أربعين ليلة. وفي سورة الأعراف قال: وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه أربعين ليلة إلى غير ذلك. فالأربعين ليلة هذه كانت معهودة لموسى ولقومه، يعني النقباء، يعني قل احنا الأذكياء الذين يقبلون الرسالة والذين سيبلغونها للناس. تأخروا، لم يأتوا، بل بالعكس عبدوا العجلة. وكان من بين أظهرهم هارون عليه السلام، وهارون سيغضب موسى من بعد، يقول له: لماذا؟ لو أنك تركتهم وعبادتهم وجئتني وأنا أنتظركم هذه المدة الطويلة. قال: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، أنا صبرت عليهم حتى تجمعوا على أمر واحد، فلو أني خرجت لازدادوا فرقة ولازدادوا بعدا. فلذلك سيدنا موسى دعا ربه وقال: رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم سيتحدث مع السامري بإقناب وبلين وحكمة: انظر إلى هذا العجل الثور الذي صنعته، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. ثم قال له: اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لنساس،
ما يمسك حد، واللي مسك يضرب هو السامري بالصرع. أي وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى غير ذلك. بقي يعدد له ولم يعذبه ولم يقتله، وإنما تركه تائها في الصحراء. ولذلك العلماء قالوا والغالب والظاهر أن هذا هو المسيح الدجال الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وحذر قومه الدجال، وأنا أحذركم إنه رجل أعور وإن ربكم ليس بأعور، كأن عينه عنبة طافئة وعنبة طافئة إلى غير ذلك. وبدأ يعدد لهم يعني أمور المسيح الدجال، فقالوا أغلب الظن أن السامري ذا هو المسيح الدجال الذي يضلل الناس عن الدين. فهنا قال واستخلف على بني إسرائيل أخاه هارون وأمره أن يتعهدهم بالإقامة على طاعة الله. وفي أثناء غيبة موسى جمع السامري الحلية ثم صنع منها عجلا ودعاهم إلى عبادته فعكفوا عليه، وكانت تلك الفتنة وقعت لهم بعد خروج موسى من عندهم 20 يوما. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، أي رجع موسى من الطور بعدما استوفى 40 وأخذ التوراة غضبان شديد الحزن على ما صنع قومه من عبادة العجل. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أي ألم يعدكم بإنزال التوراة فيها الهدى والنور، والاستفهام هنا للتوبيخ، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي، أي هل طال عليكم الزمن حتى نسيتم العهد، أم أردتم بصنيعكم هذا أن ينزل عليكم سخط الله وغضبه فأخلفتم وعدي؟ قال أبو حيان وكانوا وعدوه بأن يتمسكوا بدين الله وسنة موسى عليه السلام ولا يخالفوا أمر الله أبدا، فأخلفوا موعده بعبادتهم العجل. قالوا ما أخلفنا موعدك بميتنا، أي ما أخلفنا العهد بطاقتنا وإرادتنا واختيارنا، بل كنا مكرهين، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، أي حملنا أثقالا وأحمالا من حلي آل فرعون فطرحناها في النار بأمر السامري. قال مجاهد أوزارا أي أثقالا، وهي الحلي التي استعاروها من آل فرعون. فكذلك ألقى السامري، أي كذلك فعل السامري، ألقى ما كان معه من حلي القوم في النار. قال المفسرون كانوا بنو إسرائيل أو كان بنو إسرائيل قد استعاروا من القبط الحلي قبل خروجهم من مصر، فلما أبطأ موسى في العودة إليهم قال لهم السامري إنما احتبس عليكم لأجل ما عندكم من الحلي، فجمعوه ودفعوه إلى السامري فرمى به في النار وصاغ لهم منه عجلا، ثم ألقى عليه قبضة من أثر فرس جبريل عليه السلام فجعل يخور، فذلك قوله تعالى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. يعني هذا هناك تفصيل آخر، وهو أن القوم الذين تركهم موسى عليه السلام لم يكونوا كلهم ضعاف الإيمان، بل منهم من كان قوي الإيمان. من كان ضعيف الإيمان استدرجه السامري فقال له سأجعل لكم عجلا تعبدونه، وهكذا فتبعوه وأعطوه الحلي. وأما المؤمن يعني قوي الإيمان منهم بماذا استدرجهم؟ بالحيلة. قال لهم استبطى عليكم موسى وكان سيأتيكم بعد يوم أو يومين وأنتم ستلحقون تلحقونه بعد يوم أو يومين، فلا أنتم لحقتم به ولا هو عاد إليكم مسرعا، ذلك لأنكم أخذتم الحلية
من السكان الأصليين لمصر، وهذه الحلي لم ترجعوها إليه، فهذا يعتبر ذنب وجرم عظيم. أنا أرى أن تلقوها في النار كي يتوب الله عليه. فجمعوها وألقوها في النار. عندما ألقي الذهب في النار سالا، فصنع لهم بالقوالب عجلا يصيح، ثم قال: رأى جبريل عليه السلام قد نزل إلى الأرض ومعه فرس عجيبة، وأمرها عجيب أنها إذا وطأت الأرض بأقدامها إلا ونبت، يعني النبات في مكان قحل ومكان ليس فيه لا ماء ولا زرع ولا شيء يصبح أخضر، فقال هذا أمر عجيب، فأخذ قبضة ورماها على العجل فأصبح له خوار وله أصوات، فقال: هذا إلهكم وإله موسى، ولكنه نسي أن يذكركم به، فخرج ونسي أن يقول لكم هذا هو العجل، واضح؟ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، أي صاغ لهم السامري من تلك الحلي المذابة عجلا جسدا بلا روح له خوار وهو صوت البقر، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى، فنسي أي هذا العجل إلهكم وإله موسى، فنسي موسى إلهه هنا وذهب يطلبه في الطور. قال قتادة: نسي موسى ربه عندكم، فعكفوا عليه يعبدونه. قال تعالى ردا عليهم وبيانا لسخافة عقولهم في عبادة العجل: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، أي أفلا يعلمون أن العجل الذي زعموا أنه إلههم لا يرد لهم جوابا ولا يقدر أن يدفع عنهم ضرا أو يجلب لهم نفعا، فكيف يكون إلها؟ والاستفهام هنا للتوبيخ والتقريع، وهذا يعني يبين الله سبحانه وتعالى أنه الإله الرب السميع المجيب لدعاء الداعين، وهو الذي يملك الضر ويملك النفع، واضح؟ ونستطيع أن نقول الله هو النافع وهو الضار، كما تحدثنا في حصص فارقة، وقلنا أن بعض الناس الآن يقولون: لا، لا نقول على الله أنه ضار، بل نقول نافع فقط. هم من هو الضار؟ الشيطان؟ لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الضر والنفع، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخير والشر، ولكن تأدبا مع الله نقول له: نقول الخير منك وإليك والشر ليس إليك، وإلا في الحقيقة الشر ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. المصائب هذه من الله سبحانه وتعالى مكتوبة في الأزل، واضح؟ الله سبحانه وتعالى خلق الخير وخلق الشر ليبلونا، واضح؟ فهنا بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذا العجل لا يملك لهم ضرا ولا يملك لهم نفعا ولا يجيب جوابا، واضح؟ ثم قال: ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. بيّن الله سبحانه وتعالى في مواضع أخرى أن قوم موسى هؤلاء ماديين بشكل رهيب، منذ أن أخرجهم من البحر ونجاهم من فرعون وملئه رأوا قوما يعكفون على أصنام لهم، ماذا قال؟ قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. يعني بدأ بعد هذه المناظرة وهذه المجادلة وأراد ترسيخ العقيدة فيه، وهذه حصلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو، كانت هناك شجرة تسمى ذات أنواط، وكان كفار قريش في الجاهلية يجعلون فيها أسلحتهم تبركا، من وضع فيها سلاحه فاز في الحرب، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال لهم: لقد أشبهتم قول بني إسرائيل من قبل
إذ قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. واضح؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر يعتبر شرك وكفر، توبوا إلى الله. فتاب الناس ورجعوا. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل أصحاب الأنبياء وأتباع الرسل. وأما قوم موسى لم يستطيعوا ذلك بعد أن قرر لهم عقيدة الإسلام والتوحيد، أن الله سبحانه وتعالى موجود ولكن لا نستطيع أن نراه. لم يدخل هذا الأمر في قلوبهم، ويريدون شيئا ملموسا، شيئا يمسونه، شيئا يرونه رأي العيان. فلذلك قالوا هذا القول. ولم يكفهم ذلك، إذ خرج منهم موسى عليه السلام فجاء لهم السامري وأغواهم بأمر بسيط فاتبعوه فحلت عليهم اللعنة والعياذ بالله. نعم صحيح. قال بالضبط يجدوا من أول ما خرجوا، ما زالوا آثار حتى المياه، آثار المياه ما زالت على أقدامهم. قال لهم خرجتم توم من البحر، رو أغرق عدوكم من بعد من ورائكم. قالوا لا لا لا، اجعل لنا إله حب ورو إلهك، وإلا قل الرب يعمل لنا إله صنم نحب نعبدوه. المهم ناس فطروا وجبلوا على السجود، لأنه أرغمهم فرعون على السجود للأصنام وعلى السجود للبشر. دائما يدخلون إلى فرعون متعطئين الرؤوس، دائما يسجدون، دائما رؤوسهم إلى الأرض، دائما يقبلون الأقدام. فسرى ذلك في قلوبهم، فقالوا اجعل لنا إلها نعكف عليه. لم يجدوا إلها، صنع لهم السامري إله فعكفوا عليه. واضح؟ والعياذ بالله. قال وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، أي وإن ربكم المستحق للعبادة هو الرحمن لا العجل، فاقتدوا بي فيما أدعوكم إليه من عبادة الله وأطيعوا أمري بترك عبادة العجل. وهنا يعني سيدنا هارون لم يسكت على عبادتهم وكفرهم وعنادهم، وإنما نصحهم، وذلك جهده عليه الصلاة والسلام. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، أي قالوا لن نزال مقيمين على عبادة العجل حتى يعود إلينا موسى فننظر في الأمر. قالوا رانا بشرحه نعبد في العجل وعاكفين عليه حتى يرجع موسى تبين لنا اللي كنا فيه على الحق أم على الضلال. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ وهنا وقع حذف في الكلام، وهذا شائع عند العرب. الحذف تقدير الكلام ما هو؟ قال الكلام في الكلام حذف، أي فلما رجع موسى ووجدهم عاكفين على عبادة العجل امتلأ غضبا لله وأخذ برأس أخيه هارون يجره إليه وقال له أي شيء منعك حين رأيتهم كفروا بالله ألا تتبعني في الغضب لله والإنكار عليهم والزجر لهم عن ذلك الضلال أفعصيت أمري؟ لأنه هو قبل الذهاب للقاء الله أوصى أخاه، قال أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، أخلفني في قومي كأنك أنت موسى من بينهم وأصلح شأنهم وبالهم ولا تجعل الضغينة والبغضاء بينهم والمعارك، ثم أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، إن كانوا هم على طريق فاسدة فلا تتبعهم. هنا قال أفعصيت أمري الذي أمرتك به، أي خالفت وتركت أمري ووصيتي، لأنه وصاه قال له أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، أي قال له هارون استعطافا وترقيقا يا ابن أمي أي يا أخي لا تأخذ بلحيتي ولا بشعر رأسي. قال ابن عباس أخذ شعر رأسه بيمينه ولحيته بشماله
من شدة غيظه وفرط غضبه، لأن الغيرة في الله ملكته. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. بل الأعظم من ذلك، من شدة غضبه عليه الصلاة والسلام ماذا صنع؟ أعظم من أنه مسك ألقى الألواح التي فيها الوحي، يعني مثلها مثل القرآن أو أقل من ذلك، لأن القرآن أعظم منها، ولكن الله سبحانه وتعالى بين في القرآن أن التوراة من أعظم الكتب بعد القرآن. قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. ولذلك تجد القرآن يعني نصفه أو أكثر يتحدث عن ما في التوراة من الأحكام وزيادة عليه، واضح؟ أما من أضخم الكتب التي نزلت إلى الأرض يعني بعد القرآن، لأن القرآن أضخمها وأعمها وأشملها، وهو كلام الباري سبحانه وتعالى وتكفل بحفظه، هي التوراة. والتوراة هم يعني لفقوها وغيروها وأبدلوها إلى غير ذلك. عندك سؤال؟ نعم، شديد وغليظ، ويعني وأفعال قومه كذلك أعظم في الشدة وفي الرعونة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول رحم الله أخي موسى أوذي بأشد من هذا فصبر، واضح؟ طيب، ثم قال ميكرو تحب تشوفوه؟ أي قص تحب نكمله كذا ما يصورش صوت. أي بارك الله فيك. قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وفي آية أخرى قال ابن أمة، وهذه عند العرب ابن أمة أو ابن أمة يعني ابن أمي. قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، أي إني خفت أن زجرتهم بالقوة أن يقع قتال بينهم فتلومني على ذلك وتقول لي لقد أشعلت الفتنة بينهم. ولم ترقب قولي، أي ولم تنتظر أمري فيهم، فمن أجل ذلك رأيت ألا أفعل شيئا حتى ترجع إليهم لتتدارك الأمر بنفسك. قال ابن عباس وكان هارون هائبا مطيعا له. قال فما خطبك يا سامري؟ قال أي ما شأنك فيما صنعت، أي ما الذي حملك عليه يا سامري؟ تحدثنا في حصة الغالبة وقلنا أن سيدنا موسى يتحدث مع أخيه بالغلظة، وإذا ما تحدث مع فرعون أو السامري تحدث باللين والحلم. انظر إلى خطابه مع السامري، قال ما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصر به، أي رأيت ما لم يره أو يرونه، وهو أن جبريل جاءك على فرس، فرس الحياة، فألقي في نفسي أن أقبض من أثره قبضة، فما ألقيته على شيء إلا دبت فيه الحياة. وهذه الوساوس وسوس الشيطان له، قال هو الفرس ذكره فرس، فرس الحياة، أي حاجة يلفها تدب فيه الحياة، ألا ترى إلى الصحراء أصبحت نباتا أخضر؟ فأخذ قبضة ووضعها على العجل فأصبح يتكلم أو أصبح يخوض. قال قبضت شيئا من أثر فرس جبريل فطرحتها على العجل فكان له خوار، وكذلك سولت لي نفسي، أي وكذلك حسنت وزينت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أي قال موسى للسامري عقوبتك في الدنيا ألا تمس أحداً
ولا يمسك أحد. قال الحسن: جعل الله عقوبة السامري ألا يماس الناس ولا يمسوه عقوبة له في الدنيا، وكأن الله عز وجل شدد عليه المحنة. وإن لك موعدا لن تخلها، أي وإن لك موعدا للعذاب في الآخرة لن يتخلف. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، أي انظر إلى هذا العجل الذي أقمت ملازما على عبادته، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، أي لنحرقنه بالنار ثم لنطيرنه رمادا في البحر لا يبقى منه عين ولا أثر. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، أي يقول موسى لبني إسرائيل: إنما معبودكم المستحق للعبادة هو الله الذي لا رب سواه، وسع كل شيء علما، أي وسع علمه كل شيء، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. تنبيه: إنما عبد بنو إسرائيل العجل بسبب فتنة السامري، وقد كانت بذور الوثنية راسخة في قلوبهم، ولذلك لما نجاهم الله من طغيان فرعون طلبوا من موسى أن يصنع لهم تمثالا ليعبدوه، كما قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فلا عجب إذن أن يعكفوا على عبادة عجل من ذهب له خوار. وقبلها قال سيد قطب عليه الرحمة في تفسير الظلال: ما كاد بنو إسرائيل يرون عجلا من ذهب يخور حتى نسوا ربهم الذي أنقذهم من أرض الذل وعكفوا على الذهب. وفي بلاهة فكر وبلادة روح قالوا: هذا إلهكم وإله موسى. راح يبحث عنه على الجبل وهو هنا معنا، وقد نسي موسى الطريق إلى ربه وظل عنه، وهي قولة تضيف إلى معنى البلادة والتفاهة، اتهامهم لنبيهم بأنه غير موصول لربه حتى لا يضل الطريق إليه، فلا هو يهتدي ولا ربه يهديه. وهذا العجل لم يكن حيا يسمع قولهم ويستجيب نداءهم، لأنه جسد لا حياة فيه، فهو في درجة أقل من درجة الحيوانية. ولقد نصحهم هارون، ولكنهم بدلا من الاستجابة التووا وتملصوا من نصحه. هنا دائما يصاب الناس بالخيبة، ويصابون بالحيرة عندما يخالف أمر نبيهم. ألا ترى في الغزو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك 50 من الرماة بالنبال وقال لهم: ابقوا في الجبل ولا تنزلوا ولو رأيتموهم يتخطفون. لما كانت الغلبة في أول الأمر للمسلمين صاح الناس والتفوا على الغنائم، أصبحوا وكأنهم يقسمون الغنائم، فتكلم الذين هم في الجبل قالوا: ماذا نحن صانعون هنا؟ فلننزل ونأخذ معهم الغنائم. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بعدم النزول، فنزلوا. فدار إليهم خالد بن الوليد من الجهة المقابلة، وكانت الخيبة وكانت الهزيمة. يعني في عصيانك لأمر نبيك حيرة وغلبة. قال لك النبي: أصبر حتى آتي. ولكن العجل، الناس الآن مثال، حتى في الخضروات ولا كذا في المرش يجيبوا مثلا كميون ولا كذا برش بقاطة ولا كذا، يقول لهم: استنوا شوية أنت ونعطوكم بالفيه بالسنين. لا، الناس كنت تتكدس على، والناس واعية تبعد وما يدروش يشتغل من مصائب في ذلك الفيضان. يجوش الإنسان يخرج مع أول خروج للناس، لا، بل عليه أن يتعقل ويتريث، وخاصة إذا جاءه النذير من قبل. إذا كان أنذارك وقال لك: لا تفعل كذا وافعل كذا، فاصبر حتى ترى
ماذا سيصنع بالذين خالفوا؟ صيانة الصيام، نعم، لأنه دائما يريد الاستعجال، يريد الاستعجال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يمنعنكم استقطاع الرزق أن تستعجلوه بما حرمه الله. يعني إذا كان جاك استقطاع في الرزق، ما تمشيش تعمل مداخل أخرى بالحرام والربا وكذا لكي تحصل على ذلك الهدف، اصبر واحتسب يأتيك الرزق، ولكن رويدا لا يمنعنكم أو يعني لا يجرمنكم استبطاء الرزق أن تستعجلوه بحرمة الله، تجيبوه كذلك، تجيبوه بالحرمة وبحاجات حرام حرمها الله سبحانه. نعم، وخاصة الإسراف إذا كان نابعا عن عدم إيمان. فلو كان الإسراف ونابعا عن غفلة أو نابعا يعني عن تبذير عن جهل غير معاتب، الإنسان لا يعاقب في النار، وإنما يعاقب الإنسان إذا اتبع هواه واتبع شيطانه وكان عن ضعف إيمان وكان كذلك حتى يطغى. مثال ذلك، كيف يطغى الإنسان؟ من كثرة ماله يقول لن ينفذ هذا المال، من كثرة ماله وجاهه وقصوره وكذا يقول لن تزول هذه النعم. مثال، فأطغته تلك النعم عن المنعم الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. رد بالك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. مبذرين، مش مرة يبذر ولا مرتين، وإلا لغفلة أو لعدم علم أو لجهل، لا، هذا مبذر دائما يسرف أموال على اليمين وعلى اليسار. تتكلم علاش يودي تعمل هيك؟ ما أعملهم استثمرهم في الخير. يقول لك: لا يودي عندي برشا فلوس، لا خوف علي ولا أنا أحزن، لا اليوم ولا الغد. وهذه صارت عند كثير من الناس ممن كانوا أغنياء، يعني يضربون تضرب بهم الأمثال في الغنى، وكانوا يفسدون في الأرض، أموال طائلة على اليمين وعلى اليسار، وكان الناس يعني يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر وهم لم يسمعوا ولم يطيعوا. انتكست بهم الدنيا فأصبحوا أفقر الناس، ودخلوا السجون وخرجوا يتكففون وجوه الناس، إن شاءوا عقوهم وإن شاءوا منعهم، لأنهم كان في نعمة عظيمة ولم يشكر ولم يحمد الله سبحانه وتعالى ولم يتصرف فيها بالقليل القليل. حتى إنسان مثال سبحان الله، يبنى إنسان فقير وكذا بين عشية وضحايا يعطوه مليار يدفع يجي، ما عادش يجي لا للصلاة ولا ما عادش يسلم عليها أصلا، ما عادش يشوفوه يهش من البلاد أصلا. علاش؟ لأن كثرة المال أطغته أطغته. وهذه حصلت لأحد من الصحابة رضي الله عنهم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ادعو الله أن يغنيني. قال: إنها فتنة وإنك لا تستطيعها. قال: ادعو الله يا رسول الله أن يغنيني. فدعا له أن يغنيه الله سبحانه وتعالى. الغنى لم يأتيه بين عشية وضحاها، وإنما كثر ماله من الناحية الغنم والبقر والإبل، عوض أن تنجب مرة أو مرتين أصبحت بالأربع مرات، شريفة شريفة كثرت ما شاء الله. يعني عود باش تنجب مثال النعجة تجيب واحد وتجيب له الأربعة في الوقت، البقرة تجيب بالعجل جابت له زوج عجولة إلى غير ذلك. فكثر ماله شيئا فشيئا، فأصبح يتغيب عن الظهر والعصر، يكلمه الناس أين يقول غنمي والرعي وكذا وكذا، ثم أصبح يتغيب
عن الصلوات الخمس، يأتي إلا للجمعة فقط، يجي يبين وجهه في الجمعة في آخر الصفوف، هاني معاك ما تشوفون، ومن بعد يكمل ينفلت يرجع إلى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أين فلان وأين علان وأين فلان، ويسأل عنه، حتى نزلت آيات الزكاة، وكثر هو ماله وغنمه وإبله وكذا، حتى صارت بين الجبلين. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لجباة الزكاة اللي يجيبوا في الزكاة، اذهبوا إلى فلان، أول واحد اذهبوا إليه وقولوا له إن الله فرض علينا الزكاة. مثال قلنا احنا في الشاة رأس على الأربعين. فلما ذهبوا إليه وقصوا عليه القصص وقل له إن الله سبحانه وتعالى أنزل قرآنا في الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تخرج زكاة مالك، فقال اذهبوا إلى غيري وارجعوا آخر النهار سأعطيكم. فذهبوا إلى غيره فجمعوا الزكاة ثم مروا عليه، فقال لهم، قالوا له يا فلان أعطنا الزكاة التي افترضها الله علينا. قال لماذا سأعطيكم الزكاة؟ ألم نؤمن برسول الله؟ ألم نصلي؟ ألم نترك عبادة الأصنام؟ ألا يكفي هذا؟ إنما الزكاة هي أخت الجزية، كان نحن في الدين ونزيد ندفع فلوس جراء عبادته، قال إنما هي أخت الجزية. فأخذوا ذاك القول وذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله فيه قرآنا يتلى إلى قيام الساعة في سورة التوبة، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فلما نزلت هذه الآيات ذهب إليه ابن عمه وقال له لقد أنزل الله فيك قرآنا، فاذهب إلى رسول الله واستغفر عن ذنبك وتب إلى الله وأدي زكاة مالك. فخاف، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذه زكاة وإني تبت إلى الله، فلم يقبلها منه رسول الله. وفي عهد أبي بكر الصديق جاء وقال يا أبا بكر هذه الزكاة التي لم يأكلها مني رسول الله خذها أنت، قال زكاة لم يأكلها رسول الله سأأخذها أنا، لا حاجة لنا فيها. وفي خلافة عمر بن الخطاب كذلك، قال له زكاة لم يأخذها رسول الله ولا أبو بكر الصديق أأخذها أنا، لا خير لنا فيها فخذها. في خلافة أطال الله في عمره حتى أدرك خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. في خلافة عثمان اختلف أهل العلم، منهم من قال أنه أخذها منه، ومنهم من قال مثل ما قال البقية، ومات في خلافة عثمان بن عفان، تركه الله سبحانه وتعالى آية لمن خلفه، يعني سيعذب يوم القيامة بتركه للزكاة ولعناده لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولخلافه للكتاب والسنة، وإن أقره والتوبة وكذا يتوب الله سبحانه وتعالى على من تاب، ولكن سيحاسبه حسابا شديدا على تلك الأموال التي أخذها. والله تعالى أعلم وأحكم، وإلى لقاء آخر من قدر الله البقاء واللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.